وين السكنين خالة؟ ما بغرب، ما يبى بغرب. هاي الرسالة. كم يتيم عندك؟ عندي 3. قد أعمارهم؟ 2000 و2002 و2005. شنو سبب وفاة زوجك؟ انفجار بس هو رأسه كتبوه توقف القلب. من 2006 جينا نودي ابني للطبيب بعد عمره 40 يوم، صار انفجار، ابني ساعة الساعة توفى، ورجل على ما ودوه المستشفى اليرموك رأسه توفى. كنت وياه يعني انت؟ اي انا وياه، انا وياه وابني. ابني بعد صغير عمره 40 يوم. بأي سنة؟ 2006. زين خالة من يساعدك؟ معارفك، اخوتك، امك، اختك؟ عندي اختي مريضة وياها، تخلف عقلي مريضة، صار الصدمة بيها، بس الوضعية مالتها تعبانة، الحاجتي اتجواها، حتى ما عندي امكانية لا اجيب حفاضاتها ولا علاجها، وبيتي ايجار. شلون عايشين؟ والله عايشين بقدرة رب العالمين وعلى الناس اللي الله كاتب بيهم قلوبهم الرحمة، ساعدونا. زين راتب رعاية اجتماعية؟ كان عندي، وهاي صار شهرين ما انطوني عشرة، وهذا طبينا برا ما راجعتي؟ راجعت، قالوا ما ادري غرز ضارب ما ادري بصمه ما تطلع، وهاي صار شهر، المفروض ناخذ من الشهر العاشر. زين البيت للسخنين ملك لو ايجار؟ لا لا ايجار، هاي صار شهرين ما دافع ايجاري. من يسكن وياك؟ ما حد يسكن، بس أنا وجهالي وأختي. صار شهري ما دافع إيجار، حالتي حيل تعبانة. شقد تستلمي راتب رعاية اجتماعية؟ كان قبل أستلم 100 وما أدري شقد توكل، أنا أقل 200. إي كانت مساعداتني بالإيجار ومنا اللي الله يرضى عليهم ويساعدوني، هسا الراتب قطعوه، علاج أنا مريضة، عندي قلب. عندي إراد لعملية لعيون، عيون فيهم ماي أبيض، جهالي إراد لهم ملابس، يبدأ لهم قرطاسية، كلهم اثنينهم عندي 2 طلاب، وهذا ابني بطلته على مود يعيني، تاله من الشغل ماكو شيء صغير ما حد يشغله. قد عمره؟ 2000 وصار عمره تو طب 16، ما حد يشغله، لأن شيء صغير، حتى الشغل صار المعارف، وين ما يروح ماكو، وين ما كان شغلته ما جاي يشتغل، وهسه صار شهر ما دافع ايجار وهددوني لا تطلعين ايجار لا تطلعين، صار شهرين وهالثالث ما دافع ايجار. خلاص ان شاء الله.